هذا اللقاء اللي كان ضمن منتدى مؤسسة الريف للفكر والحوار، مؤسسة بعدا هي عندها واحد مجموعة للأهداف. أولا التعريف بعد الفضاء اللي هو الريف الكبير أو المغرب المتوسطي أو الشمال، لأن كثير يعتقد بأن الريف هم المتحدثون بالريفية. الريف هو فيه الأمازيغ والعرب، فيه الأمازيغيات مختلفة، فيها الريفية، فيها الصناجية، فيها مجموعة ديال الأمازيغات. إذن هاد محاولة اللي بغاو يلصقوا لنا بأن نحن عنصريين ولا إثنيين ولا، وصورة مشوهة على الريف وعلى السكان الريف بأنهم أصحاب الكيف ومتمردين وفوضويين، هذه الصورة اللي كيحاول البعض يسوقها وكيعتمد عليها باش ما يعطيناش ما تلباش المطالب ديالنا. هاد الصورة في المقابل ديالها حنا بغينا نوريو الصورة الحقيقية، صورة ديال الريف والمغرب المتوسطي، هاد المجال اللي كان أول إمارة إسلامية في المغرب. الريف أو النكور كان قبل ما يكون المغرب، وهي اللي ساهمت في تأسيس الدولة المغربية لما جاء مولاي إدريس وبايعوه سكان الريف وسكان باقي المناطق المغاربة. هذه المنطقة هي اللي ينتمي إليها طارق بن زياد، هذه المنطقة هي اللي كينتمي لها الشريف محمد رمزان، هذه المنطقة هي اللي كينتمي لها محمد عبد الكريم الخطابي. هذه المنطقة اللي بغاو يشوهوها هي اللي نضلت ضد الاستعمار، هي مركز المقاومة وجيش التحرير في أكنون بالأسة عبد الباسم السعدي. هذه المنطقة أنتجت علماء، أنتجت مثقفين، ساهمت في الحضارة المغربية الإسلامية الأندلسية على مرور التاريخ. فإذن في هذه الصورة احنا بغينا نصححها في هذه المؤسسة، بغينا نقول الصورة الحقيقية، وبأن احنا سكان هذه المنطقة ما عمر كنا كنشوفوا بأن قدروا نعيشوا بلا المغرب ولا بلا ملك المغرب. احنا الريف دائما كان يتعامل بالاحترام للمؤسسات ديالو، وحاليا في عهد الملك محمد السادس وقعت ثورة حقيقية في الريف، من مشاريع ميناء المتوسطي، الناظور، ميناء الناظور، الطريق الساحلي، القطب الفلاحي في بركان. كاين إشكالية لأن الإدارة، الوزارات لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع المشاريع، لا من ناحية الإنجاز، لا من ناحية الاختيار والإنجاز والمتابعة، لأن السياسة المركزية فاشلة. لهذا فهاد المؤسسة كنقولوا بأن الجهوية قادرة تعطي واحد نقلة نوعية فعلا للمغرب المتوسطي، وبالتالي تقوية جهة المغرب المتوسطي أو الريف الكبير هي في حد ذاتها تقوية للمغرب. شكرا.